عندنا بنبتدي بالمدارس السباحه طبعا، وعندنا اكاديميه كبيره جدا عاملينها في نادي الزمالك، ودي اللي احنا بنطلع منها السباحين، بننتقي منهم من المدارس، بندخلهم فرق التجهيزي عندنا، ومن التجهيزي بنختبرهم بقى تاني ونعمل لهم اختبارات عشان نأهلهم للفرق الرياضيه عندنا. طبعا انت عارف حضرتك ان السن الصغير ده احنا بنبتدي من اول 4 سنين، تمام، وممكن نبتدي من بدري عن كده شويه، بس احنا ان شاء الله دي في الخطه هنبتدي بدري عن كده، بس بدايه لينا اول سن لينا البراعم من اول 4 سنين، بيبقى استجابته احسن، بيقدر ياخد جرعه تدريبيه في وقت كبير، انت عارف السباحه تراكميه ما بتجيش من مره، بتاخد وقت طويل، وعندنا عارف 4 عمات، فعقبال ما بتعلم الولد السباحه فبياخد وقت. وفي مدارس السباحه عاملين 5 مستويات، 5 مستويات لحد ما يوصل للمستوى الخامس، بيبتدي بعدها بنعمل لهم اختبار وبننتقي منهم السباحين اللي ينفع يخشوا الفرق، وبندخلهم الفرق عندنا، وبتدي المنافسه عندنا من اول سن 11 سنه اللي هي الاشتراك في بطوله الاتحاد. فيتنس وظيفته ان هو يوصل السباحين لمعدلات بدنيه عاليه عشان يقدروا يواكبوا تمرين السباحه. رياضه السباحه عموما هي رياضه عنيفه، مش رياضه ناعمه زي ما كل الناس فاكره، لان هي بتحتاج ان كل عضلات الجسم بتشتغل في وقت واحد، بلس ان بيتطلب منه جميع عناصر اللياقه البدنيه تكون متوفره عنده. فاحنا بنشتغل على ده، بنشتغل على اجهزه الجسم، بنشتغل على ضربات القلب، معدل ضربات القلب، على ان الرئه تقدر ان هي تدخل اكسجين اكتر للعضلات، لان كل ده من بيدي باور للسباح. الناشئين بقى بالذات السن الصغير لما يجي يلعب فيتنس بيكون التمرين بتاعه عبارة عن ترفيهي أكتر، لازم يدخل فيه الجانب الترفيهي علشان هو ولد من يعني صغير، من أهم المميزات عنده أنه هو يلعب، فلازم يحب التمرين، لازم يحب اللعبة اللي هو بيلعبها. فاحنا بنحاول ندخل له الفيتنس في جزء ترفيهي شوية عن طريق مسابقات، عن طريق ترفيه، عشان يحب الموضوع أكتر شوية. احنا دلوقتي بطولة الجمهورية عندنا شغالة، النهاردة أول يوم ليها، مواليد 2008، وتتوالى بقى المواليد الأيام القادمة إن شاء الله، البطولة حوالي شهر وأكتر، وبعد كده تتوقف عشان في بطولة أفريقية هتتلعب، فاحنا دلوقتي بنجهز الولاد إن هم يبدأوا بقى يدخلوا على البطولة إن شاء الله. خدت أول جيزة 50 بريست و100 بريست و200 بريست، وخدت أول جمهورية 50 بريست و200 بريست، الحمد لله بيساعدوني في كل حاجة وسندني في كل حاجة، ولو في حاجه ناقصاني او كده بيساعدوني فيها وبيراجعوني بيراجعوا عليها وكل حاجه. بعمل اقصى حاجه عندي في التمرين عشان احسن ارقامي، عشان ان شاء الله اجيب رقم حلو في الجمهوريه واطلع بيه اول على الجمهوريه.